بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان ألا نعبد إلا الله، لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمتي في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله والمباركة في كلمتين خفيفتين قصيرتين جدا، لكنهما يجمعان الإسلام كله. هما ألا نعبد إلا الله، وهذا كلكم تعرفونه مع غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة. أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونها، وهي بعد أن قلنا في الكلمة الأولى ألا نعبد إلا الله، أما الكلمة الأخرى ألا نعبده إلا بما شرع الله. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع الله. إذن هما حقيقتان شرعيتان هامتان جدا جدا. لا يكون المسلم مؤمنا إلا بعد أن يحقق معنى هاتين الكلمتين في نفسه وقلبه وإيمانه. هما ألا نعبد إلا الله، هذه الأولى، والأخرى ألا نعبده إلا بما شرع الله. هاتان كلمتان هما خلاصة الشهادتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس من الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هي الكلمة الأولى، وأن محمد رسول الله، هي الكلمة الأخرى، إلا بحسابها، إلا بحقها، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يعلمون حقيقة هاتين الشهادتين اللتين لا يمكن لكافر أن يقبل إسلامه إلا بأن يشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلنا يعلم هذه الحقيقة، أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن الكثير من المسلمين لا يعلمون ما تتطلبه هاتان الشهادتان الأولى لا إله إلا الله والأخرى محمد رسول الله. أريد أن أدير كلمتي هذه في هذه الليلة حول الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لابد منه. فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، تعني أول ما تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، تعني أن يخلص المسلم عبادته لله عز وجل فلا يشرك في عبادة الله مع الله أحدا. وهذا له بحثه الطويل، ولعلنا تعرضنا له أكثر من مرة، لكن أردت إيجاز الكلام في هذه الكلمة الطيبة أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ليس معناها كما قد يتوهم البعض لا إله أي لا رب، هذا معنى قاصر، الإله هو المعبود، أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي هو رب البيت وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك، وقد يطلق على رب المال صاحب المال وصاحب الدار ونحو ذلك. فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله فقط، لا، وإنما المقصود لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولذلك فكلمة التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئا مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله عز وجل من النجاة من الخلود في النار، إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة في هذه الكلمة الطيبة، الإله هو المعبود الحق، فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى. هكذا معنى كلمة التوحيد. ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله. قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلا يكفي المسلم إذن أن يقول إن الله هو الخالق هو الرازق، وهذا لابد منه، لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة، يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة. قلت آنفا أوجد الكلام في هذه الكلمة الطيبة لأنني تعرضت لذلك أكثر من مرة، أريد أن أخصص قليلا من جلستنا هذه حول الشهادة الثانية وهي وأن محمد رسول الله. قلتهما كلمتان: لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، والكلمة الثانية
لا نعبد الله إلا بما شرع الله، فإذا عبدنا الله بما شرع الله فقط يكون صدقنا وآمنا حقيقة حينما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا وسعنا دائرة العبادة فعبدنا الله عز وجل بما لم يشرع ربنا عز وجل في القرآن ولا في السنة، فلا نكون قد آمنا حقيقة بالشهادة الثانية وأن محمد رسول الله. لما؟ لأن إيماننا بأن محمد رسول الله يعني أمرين اثنين: الأمر الأول أنه مبعوث رسولا من رب العالمين لكافة الناس بشيرا ونذيرا، رسولا يعني برسالة هي رسالة الإسلام. والأمر الآخر أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يدع لأحد شيئا يستدركه عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مؤكدا لقيامه صلى الله عليه وسلم بحق كونه رسولا، وبذلك نشهد فنقول وأن محمد رسول الله. وقد نزلت آية عظيمة جدا جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة وفي حجة الوداع، تأكيدا لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة كاملة غير منقوصة. فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية الكريمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة ويوم جمعة، ولقد عرف قيمة هذه الآية الكريمة، هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده بقوله اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم، هداه الله عز وجل إلى الإيمان بالله ورسوله، ألا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود. فلما عرف مما درس من كتاب الله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية.